لا تزال أزمة الرواتب تشتد على العراقيين مع استمرار المماطلة الحكومية بحلها منذ شهور، رغم المناشدات الشعبية المتواصلة لإيجاد حلول عاجلة. أزمة الرواتب فجرت غضبا شعبيا عارما، وبدأت الإضرابات المفتوحة للموظفين في مختلف الدوائر والمؤسسات تتسع بشكل ملحوظ مؤخرا دون أن تحرك الحكومة ساكنا. الواجهات السياسية للميليشيات في البلاد وجدت في هذه الأزمة فرصة لتلميع صورتها أمام الشارع عبر مطالبة حكومة الكاظم بتقديم حلول واقعية للأزمة، ومنها تحالف الفتح الذي يقوده زعيم ميليشيا بدر هادي العامري، إذ طالب الحكومة بوضع حلول لأزمة الرواتب، رغم أن الميليشيات جزء أساسي مسبب لهذه الأزمة كما يقول خبراء. قرابة 7 ملايين موظف بين مدنيين وعسكريين ومتقاعدين ينتظرون صرف رواتبهم المتأخرة، فيما تتذرع الحكومة بتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا، والذي نجم عن تفشي جائحة كورونا في العالم. الحكومة قدمت مشروع قانون للاقتراض لسد عجز الرواتب، غير أن كتلا سياسية في البرلمان أحبطت القانون بسبب الخلافات السياسية مع حكومة الكاظمي والتي يدفع ثمنها الموظفون في البلاد. مراقبون قالوا إن الأحزاب الشيعية الموالية لإيران تحاول إجهاض أي مشروع لحل أزمة الرواتب، خوفا على مصالحها المادية والسياسية من جانب، واستمالة الشارع تمهيدا للانتخابات المقبلة من جانب آخر. وزير المالية علي علاوي حذر من اضطرار الحكومة إلى تأخير صرف الرواتب إلى عدة أسابيع إذا لم يوافق البرلمان على قانون الاقتراض الذي أرسلته الحكومة في وقت سابق، والذي يتضمن اقتراض 34 مليار دولار. الموظفون العاملون في مؤسسات صحية وتربوية ونفطية وخدمية في محافظات ديالى وبابل وبغداد والمثنى وذي قار وكربلاء أعلنوا إضرابا مفتوحا عن العمل حتى صرف رواتبهم المتأخرة. وأمام هذه المزايدات السياسية تشتد وطأة أزمة الرواتب على الموظفين وعائلاتهم في البلاد، في وقت يتوقع فيه مراقبون أن تفجر الأزمة غضبا شعبيا عارما وموجة جديدة من الاحتجاجات الغاضبة في عموم البلاد إذا لم تقدم الحكومة حلولا واقعية وعاجلة.